السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. نكمل دروس مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث ابتدائي. وصلنا إلى يونت 5 لسن 2، يونت الخامس الدرس الثاني. Are you healthy? Are you healthy? هل أنت بصحة جيدة؟ هنا عندنا سؤال، هل أنت بصحة جيدة؟ Are you healthy؟ هنا عندنا listen much and say، عندنا سؤال وجواب. Number one, do you wash? Do you wash? يعني هل تغسل؟ هل تغسل؟ الجواب yes I do. Yes I do. يعني نعم أنا أفعل ذلك. نعم أفعل ذلك. Do you wash? هل تغسل؟ Yes I do. نعم أفعل ذلك. Number two, do you sleep? Do you sleep? يعني هل تنام؟ هل تنام؟ الجواب yes I do. Yes I do. يعني نعم أفعل ذلك. Do you sleep? هل تنام؟ الجواب yes I do. نعم أفعل ذلك. Number three. Do you eat healthy food? Do you eat healthy food? يعني هل تأكل طعاما صحيا؟ هل تأكل طعاما صحيا؟ الجواب No, I don't. No, I don't. يعني لا، لا أفعل ذلك. ما تأكل طعام صحي. مثل ما تلاحظون، تأكل حلويات والحلويات مو طعام صحي. Do you eat healthy food? No, I don't. هل تأكل طعاما صحيا؟ لا، لا أفعل ذلك. Number four. Do you brush your teeth? Do you brush your teeth? يعني هل تنظف أسنانك؟ الجواب No, I don't. لا، لا أفعل ذلك. Do you brush your teeth? No, I don't. هل تنظف أسنانك؟ No, لا، لا أفعل ذلك. Number five. Do you exercise? Do you exercise? يعني هل تتمرن؟ الجواب No, I don't. No, I don't. لا، لا أفعل ذلك. Do you exercise? No, I don't. يعني هل تتمرن؟ لا، لا أفعل ذلك. Number six. Do you play with your friends? Do you play your with your friends? الجواب Yes, I do. Yes, I do. يعني هل تلعب مع أصدقائك؟ الجواب نعم أفعل ذلك. Do you play with your friends? هل تلعب مع أصدقائك؟ الجواب Yes, I do. Yes, I do. Do you play with your friends? Yes, I do. زين. هذا بالنسبة صفحة 60. الصفحة الثانية exercise. Exercise يعني تمرين. هنا مجموعة من الحركات أو التمارين الرياضية. طبعا هذه الكلمات تحفظونها، هذه الكلمات تحفظونها وتحفظون المعاني مالتها. زين. Twist. Twist معناها دوران. Twist معناها دوران. Bend معناها الانحناء. Bend معناها انحناء. Hop معناها قفز على العفو، قفز على ساق واحدة. قفز على ساق واحدة. Hop قفز على ساق واحدة. Jump معناها قفز. Jump معناها قفز. صار واضح؟ Twist, bend, hop, jump. Twist, bend, hop, jump. هذه تحفظون المعاني مالتها. هنا عندنا نشاط صفي يقوم بها المعلم مع التلاميذ، فإحنا لازم حافظين هذه الكلمات. عندنا exercise plan، يعني هنا خطة تمرين. مثلا هنا المعلم يسأل الطالب أو يوجه للطالب، مثلا شو يقول له؟ يقول له two hops معناها شنو؟ الهوب احنا نعرفها، الهوب معناها قفز على ساق واحدة. يقول له two hops يعني اقفز على ساق واحدة مرتين. صار واضح؟ معناها انه الطالب لازم يعرف شنو المعنى. two hops معناها قفز على ساق واحدة مرتين، يعني من يقول له two hops الطالب شو يسوي؟ يقفز على ساق واحدة مرتين. من يقول له مثلا four twist معناها شنو؟ معناها انه يدور اربع مرات، يعني دوران حول نفسه اربع مرات. من يقول له هنا مثلا 6
bend معناها شنو؟ ينحني ست مرات، ينحني ست مرات. صار واضح؟ exercise plan هنا عندنا خطة ثانية. كذلك هنا عندنا seven hops معناها القفز على ساق واحدة سبع مرات، و nine twist معناها الدوران تسع مرات، و ten jumps معناها القفز عشر مرات. صار واضح؟ بالنسبة number three و number four يعني seven jumps معناها إنه القفز سبع مرات، و nine bends معناها الانحناء تسع مرات، و eight hops معناها القفز على ساق واحدة ثمان مرات. صار واضح؟ كذلك عندنا هذه number four نفس الطريقة. صار واضح؟ وبالتوفيق إن شاء الله، مع السلامة.